وكعادتنا بنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس وزراء الهند في قصر الاتحادية، ورفع العلاقات بين مصر والهند إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. أيضا جولة لرئيس الوزراء ونظيره الهندي بمنطقة الأهرامات. يمكن يا جماعة الزيارة لدكتور مصطفى مدبولي وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند كانت محل أضواء تحديدا في منطقة الأهرامات، وشايفين ترويج كده بيحصل للسياحة من وقت للتاني، سواء كان شخصيات مؤثرة أو رؤساء وزعماء يكونوا موجودين في منطقة الأهرامات، فأعتقد دي حاجة من الحاجات اللطيفة. أيضا امبارح دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق حملة 100 يوم صحة وتفقد السيارات الطبية المخصصة لهذه الحملة. كمان رئيس الوزراء تلقى تقرير، التقرير ده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص المسابقات المركزية. خلونا نعرف أخبار تانية من خلال هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة كبيرة من الأحداث، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند اللي بيقوم بزيارة دولة مصر هي الأولى من نوعها. الزعيمان عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين والالتزام المتبادل بالوصول بها لآفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين. وبتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر في أعقاب زيارة الدولة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيودلهي في يناير الماضي، وبتتزامن مع مرور 75 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند. أيضاً قام الرئيس بتقليد رئيس الوزراء الهندي قلادة النيل اللي بتمثل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأناً وقدراً. أيضاً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصطحب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة في إطار زيارة الدولة اللي بيقوم بها مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وحرص رئيس وزراء الهند على التقاط الصور التذكارية والاستماع لشرح حول أبرز معالم المنطقة للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها. وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء إلى الضيف الهندي الكبير مستنسخ لقناع توت عنخ آمون كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة. الزيارة الجارية لرئيس وزراء الهند لمصر تضمنت إلى جانب زيارة منطقة الأهرامات زيارة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية كأحد معالم الحضارة المصرية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق حملة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بسبل الرعاية الصحية للمواطنين. وتفقد رئيس الوزراء من أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة اصطفاف السيارات الطبية والمركبات المشاركة بها من العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية بالمحافظات. وأكد رئيس الوزراء أن إطلاق هذه الحملة ورعاية الرئيس لها بيعزز الاهتمام اللي بتوليه الدولة بالنهوض بالخدمات اللي بتقدم في مجال الصحة العامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية والوصول بتلك الخدمات ليها في سائر أنحاء الجمهورية. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير تلقاه من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن سير عمل المسابقات المركزية اللي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لعام 2016. وأكد رئيس الوزراء أن تلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية تأتي بعد دراسة مفصلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، وده حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية. امبارح أيضاً أكدت الحكومة أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحة أن قواعد التنسيق مستمرة وهيتم تطبيقها كما هي وفقاً لما هو متبع خلال السنوات السابقة، مناشدة الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة في أخبار المحافظات اللي شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث الهامة، يمكن أبرزها تنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة الشرقية بنسبة وصلت ل 100%.
في 100%. كمان تم تطوير كورنيش شربين بالبقالية بتكلفة، هذه التكلفة بلغت 10 ملايين جنيه. كمان توزيع 7000 قطعة ملابس في مراكز شباب رشيد وكفر الدوار وبدر بالبحيرة، وأيضا ارتفاع توريد القمح بالغربية ل 198 ألف طن ضمن الموسم الجديد، وأخبار تانية كتير من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها محافظة الشرقية اللي أعلنت إن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2022-2023 تم تنفيذها بنسبة وصلت ل 100% لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كورنيش مدينة شربين بمحافظة الدقهلية شهد أعمال إنشاء وتطوير مع إضافة حارة مرورية جديدة لخلق متنفس مروري للمواطنين بقيمة 10 مليون جنيه، وده في ظل اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير البنية التحتية والمظهر الحضاري للمحافظات. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل 30 يونيو الجاري ليخلق متنفس مروري ومظهر حضاري يليق بأهالي مركز شربين. مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة دشنت مبادرة يوم الخير تحت شعار لبسك لغيرك عيد داخل مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، وتم تجهيز وتجميع الملابس لأندية الفتاة والتطوع ضمن مبادرة الخير، وتم توزيعها بمراكز شباب رشيد وكفر الدوار وبدر بعدد 7000 قطعة ملابس. مديرية التموين في محافظة الغربية أكدت أنه تم توريد 198 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشوان والصوامع منذ بدء موسم التوريد، وبتتم عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين داخل 22 صومعة وشوان وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة. محافظة الوادي الجديد أعلنت السماح بزراعة الرز على مستوى المحافظة في نطاق مفيض باريس بجنوب المحافظة، وأعلنت تفعيل قرار حظر زراعة الرز في باقي مراكز وقرى المحافظة بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الرز في محيط بحيرة باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوي بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة. محافظة كفر الشيخ أعلنت عن تدشين عيادة التأمين الطبي المجانية بمدينة مصيف بلطيم اللي بتستقبل المصطفين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، وبيأتي داخل الفترة المصيف ضمن القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بكفر الشيخ. محافظة دمياط أعلنت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقاء، واللي بيأتي ضمن مخطط تطوير المناطق الرئيسية بمدن المحافظة، وبيتضمن المشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة سور الكورنيش والممشى ببلاطات الانترلوك والبولدرات، وأيضاً إنشاء مقاعد وبرجولات بالممشى وأرصفة جانبية وأماكن لانتظار السيارات، فضلاً عن إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وإحلال خط المياه المتهالك ومد خطوط الغاز ووضع أعمدة إنارة ديكورية، بالإضافة لرصف الطريق بالأسفلت.